كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب الناس بالتداوي بالحجامة، وجاء ذلك في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، ومنها قال عليه الصلاة والسلام بعد أن احتجم على يد أبي طيبة: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. وأمر الرسول الكريم أصحابه بالتداوي بالحجامة بقوله: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتويه. أما بعد، راح يشعر بالراحة، طبعا راح يشعر بالراحة بعد ما يعمل حجامة، وكثير لها فوائد ذكرت. طبعا بيكون تنشيط للجسم، يتغير هذا الدم في الجسم، بيصبح النشاط في الجسم، فهذا كله وانكثرت كثير يعني فوائد للحجامة. يوجد تواريخ أوقات معينة؟ نعم، ذكر في الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنه يعني بتكون الحجامة فيها أكثر شفاء في 17 هجرة و19 هجرة و21 هجرة. أنا بنصح طبعا مش كتجارة، بنصح كأخ إنه الإنسان يحافظ ما يهجر هذه السنة، يعني يحافظ لو كل شهر، إذا يعني ما بيستطيع كل 3 أشهر يحافظ على الحجامة. وأنا شخصيا جربتها وانصبت في الشقيقة اللي هي المجرينة، وكثير كثير ريحتني في هذا المجال، أوجاع ظهر، نشاط للجسم. أنا بنصح يعني كل شاب إنه ما يهجر هذه السنة. بارك الله فيك.